يعد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح واحداً من مؤسسي دولة الكويت الحديثة. رحلة العطاء والإنجازات لأمير الكويت الراحل شملت توليه العديد من المناصب القيادية التي أظهرت جدارته الكبيرة وتفانيه في الحفاظ على رفعة بلاده ورفاهية شعبها. هو واحد من مؤسسي دولة الكويت الحديثة الذين أسهموا في إرساء دعائمها، الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي شارك في عمليات النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها الكويت منذ الاستقلال في عام 1961. ولد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، ونشأ في قصر دسمان وهو بيت الحكم في البلاد. رحلة عطاء وإنجازات لأمير الكويت الراحل استمرت نحو 6 عقود، بدأت بتوليه منصب محافظ في عام 1962 قبل أن يتولى عدداً من الحقائب الوزارية من بينها الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، وترك فيها جميعاً بصمات وإنجازات كبيرة. مسيرة حافلة بالإنجازات دفعت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل إلى تزكيته لولاية العهد في فبراير من عام 2006، نظراً لما يتمتع به من جدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب، ليظل على مدى 15 عاماً خير مساند للشيخ صباح في مسيرة بناء الدولة. الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح واصل المسيرة بعد توليه مقاليد الحكم في 29 سبتمبر عام 2020 ليكون الحاكم 16 للبلاد، فبذل خلال فترة حكمه كل ما في وسعه حفاظا على رفعة الكويت وحماية أمنها واستقرارها ورفاهية شعبها حتى وافته المنية، رحم الله الفقيد وألهم الكويت وشعبها الصبر والسلوان.